دكتور بخصوص شراء جرعات فاكسين كورونا، كم العدد ويمتى وصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمون العراق كان منذ انطلاق جائحة كورونا في تواصل مع كل دول العالم ومنظمة الصحة العالمية لغرض توفير كل الوسائل اللازمة لغرض تقليل الإصابات وكذلك تقليل الحد من الوفيات. وبعد أن بدأ الكلام عن إنتاج لقاح من قبل الشركات العالمية دخل العراق ضمن اتحاد جافكس فاسيليتي، وهذا الاتحاد الذي يضم كل الشركات المصنعة لتصنيع هذا اللقاح، فكان العراق جزء من هذا الاتحاد وكان من أول الدول التي وقعت اتفاقية مع اتحاد جافي بإشراف منظمة الصحة العالمية، وتم تخصيص المبالغ المالية اللازمة لتحديد حصة العراق. تم تحديد 20% من مجموع سكان العراق اللي بحدود 8 مليون جرعة، تم تحديدها إلى جمهورية العراق، والعراق حقيقة حجز هذه الكمية من خلال اتحاد جافي، وأقرت اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية دخول العراق ضمن هذا الاتحاد وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لهذا اللقاح من ضمن موازنة وزارة الصحة الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية. وزارة الصحة من خلال اللجان الاستشارية والخبراء واللجان العلمية اتخذت قرار بأن يكون هذا اللقاح مخصص لكل العراقيين في كل محافظات العراق اللي هم الإقليم، نعم جزء من المحافظات التي هي مشمولة بهذا اللقاح. 8 مليون جرعة توزع إلى كل الأشخاص اللي هم أعمارهم فوق 50 سنة، منتسبي الأجهزة الأمنية بكل عناوينها وصنوفها، منتسبي وزارة الصحة في كل دوائر الصحة بالعراق من ضمن أقليم كردستان، بالإضافة إلى كل الأشخاص الذين لديهم اعتلالات مرضية ومضاعفات وأمراض مزمنة مشمولين بهذا اللقاح. هذا اللقاح حقيقة لحد الآن لم يتم إقراره من قبل منظمة الصحة العالمية، وكذلك لم يحصل على الـ FDA approval. هناك الكثير من الشركات العالم، تواصلنا مع شركة فايزر، مع أسترازينيكا، مع الشركات الروسية، الشركات الصينية، ومع كل الدول التي لديها محاولات لتجارب سريرية في إنتاج هذا اللقاح. العراق الآن في حال نجاح هذا اللقاح وقرار من قبل منظمة الصحة العالمية سيحصل على هذه 8 مليون جرعة وستوزع على المحافظات. احنا بدورنا كوزارة صحة هيئنا كل الظروف الملائمة. هناك كلام على لقاح فايزر يحتاج إلى ناقص 80 درجة مئوية، فلذلك توجهنا بتوفير سلسلة التبريد، 140 سلسلة تبريد لحفظ هذا اللقاح موزع على كل دوائر الصحة، وبالتالي وزارة الصحة جاهزة لاستخدام لاستلام هذا اللقاح في حال إقراره ونجاحه. نعم، سؤال غير هذا الموضوع، نلاحظ أن عدد الوفيات بالسليمانية إلى وصل إلى درجة عالية، يعني هل عندكم معلومات شنو هاي السبب يعني عدم؟ يعني حقيقة احنا من خلال اللجان العلمية ومن خلال التواصل مع وزارة الصحة في إقليم كردستان ناقشنا عن طريق اللجان العلمية هذا الموضوع، وهذا شيء مؤسف نلاحظ اليوم عدم الالتزام من قبل المواطنين في هذه المحافظة والتهاون الكبير بهذا الفيروس، ولا سيما أن أغلب الحالات التي تسجل بالوفيات هم كبار السن وكذلك المرضى الذين لديهم مضاعفات أخرى وأمراض مزمنة، والأشخاص الذين لديهم هذه المضاعفات قد يكونون أكثر عرضة لتفاقم الحالة المرضية بالنسبة لهم. ونأمل من مواطنينا وأهلنا في السليمانية الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة. شكرا جزيلا.